وصل صوتك. توفى صباح اليوم أنا في حدود الساعة 3:30 رجل أعمال سياسي طارق مكي في مقر إقامته بالحمامات حسب المعطيات اللي توفرت لنا من مصادر أمنية. فأنا طارق مكي رئيس حركة الجمهورية الثانية تعرض لأزمة قلبية في 3:30 صباحا، تم إعلام الحماية المدنية من طرف أحد الموجودين بمنزله، ووقت اللي وصلت الحماية المدنية قام طبيب المرافق بمعاينته وجدوا معناها قد فارق الحياة، فتم إعلام السلطات القضائية وصل الحاكم تحقيق وكيل الجمهورية بجونداليا وعينوا الجثة وأمروا برفعها وتم نقلها المستشفى الجهوي طال عموري بنابل لتأكيد الأسباب الوفاة والقيام بالتشريح الأخير.